أربعة بهالسنة تم تعيينك وزير للبيئة بحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، وأنت بتعترف أنه سوريا عملتك وزير. ليش لما انسحب السوري من لبنان ما عاد عمل وئام وهاب وزير أبداً؟ أول شيء سوريا عملت كل الناس وزراء ونواب، مش إلي لحالي بهديك الفترة. يعني اليوم الرئيس رفيق الحريري إجا على لبنان معه 3 مليار دولار، بس ما في يعمل رئيس حكومي، عملته سوريا. عرفت كيف؟ رئيس حكومي الوزير وليد جنبلاط صحيح ورد، ولكن سوريا اللي دعمته وعملت له زعامته. الرئيس نبيه بري نفس الخبرية، كل الناس يعني. وانت واحد منه. انا وقتها بصراحة اللعب دور الاكبر هو الرئيس عمر كرامي، لانه يومتها الوزير جنبلاط ما طلع من الحكومة، استقال بعد التمديد لإيميل لحود، صار بدهم يفتشوا على حدا مناقض. أنا كنت يعني متناقض أصلا يعني، بس كنت طبعا بلش سياسي قبل مني يعني بال2004 يعني. أنت من عمر 16 سنة بتحب تكون وزير؟ لا بعدين يعني كنت مرشح على الانتخابات بال96، جايب 12,000 صوت، عندي نشاطي السياسي من التسعينات و و و وطبعا بشتغل قبل. بس وقتها كان اللواء رستم ببيروت، صار بعنجر هو استلم. اللواء رستم تعرفت عليه بعد مشكل مع اللواء غازي كنعان، احساب وقت الوزير نهار المشنوق والرئيس الحريري وكذا. كنت بعرفه يمكن بال96 يمكن حتى ليكون دقيق، بس وقتها هو حل المشكل، رجع بال2000 فتوترت العلاقه معه. اللواء رستم كان ميال لاسمي، ولكن كان في معارضة بسوريا للاسم. الرئيس عمر كرامي بلغ الكل انه انا ما بمضي المرسوم اذا وئام مش فيه، نقل هالرغبة للرئيس الاسد. فالرئيس الاسد قال له متأكد انت انه وئام فيه هالقصة لها يعني؟ قال له اخي انا يعني وقتها مشهورة عنده، اخي اعدمني بالمرجي اذا ما. كانوا يدققوا شوي بالاختيار، مش مثل اليوم يعني واحد بيروح بيجيب لك واحد من ورا اللف بيعملوا وزير تيعملوا زلمته ويسرق له. مش بتفكر ترجع اليوم على الوزارة؟ لا لا، حتى من وقتها أنا كتير تعبت وقت اللي كنت وزير. أبدا ما بتفكر؟ ما عملت عدت وزير بعدها لأنه ما عندي كتلة نيابية. تغيرت اللعبة بعد ما فلوا السوريين، صارت الكتل النيابية هي تجيب الوزراء، أو رئيس الجمهورية بيجيبه من حصته، أو رئيس الحكومة بيجيبه. ولا حتى إذا حزب الله سميك وزير؟ بلا، بس انه ماني يعني ما ولا مره حكيتها معهم اصلا يعني. الحزب اجى عرض علي مرتين، رجع كمان هالمره موضوع مقعد بيروت النيابي. كيف كنا باجتماع بالمكتب السياسي يعني، كان السيد ابراهيم امين السيد، وطرحوا الشباب انه خي اذا انت بتاخذ مقعد بيروت خلص بنحسم هالجدل انت. وليش رفضت؟ ما بلا، بحس حالي بلا اخلاق اذا عملتها يعني، انه اترك ناسي فوق واجيت اعمل نايب ببيروت. شو اول شيء ما بتقدم لي شيء، ثاني شيء بكون تركت ناسي. يمكن في ناس بيقولوا لك ايه وشو فيها يعني عمول ببيروت وشغلك فوق، انا مني هيك. تصريحك الشهير المحكمة الدولية وصرميتي سوا، تزعل اليوم يرتبط اسمك بهيك موقف او هيك تصريح؟ لا مش بزعل بيرتبط بس لانه وقتها انا يعني اول شيء كنت حب رفيق الحريري، ما كنت اكرهه، وبكيت عليه بس مات يعني. مش انه بقيت ايام يعني، مرتي بتعرفها الشغلة منية لانه هي اكتر وحدة بتعرفها انه ليش هالقاد يعني. قلت لها راح البلد يعني، في حندي شخص صديق كتير وخي هو سليمان الصايغ. سليمان كان بالوزارة معي، بس وصلت من عند الرئيس عصام فارس وقعدت قبال التلفزيون على الكنبية، وعرفنا انه الرئيس الحريري المستهدف ما عاد فيه يقوم. فصار يقول لي انه انت زعلان على رفيق الحريري يعني، مثل انه عندي انتقادات لسياسته بس مش. قلت له راح البلد سليمان. ف وراح البلد؟ اجوا ايه طبعا، بعدنا لليوم عايشين بتداعيات هذا، اكيد راح البلد بعد رفيق الحريري للاسف. إيه؟ واجوا صاروا كم صحافي مرتزق وكم واحد مرتزق سياسي يتهموني انه انا مشارك باغتيال رفيق الحريري. قال وطلعت المحكمه الدوليه تستدعوا لي مسؤول حرس البيت بالضيعه. قلت خليني اكسر لها هيبتها من الاخير يعني. بهالجمله هي يعني، بس انه مش انه بتنقال، ما انت بتقول ببيتك 100 مره بالنهار.
مين بيقدر؟ الفرق بيني وبينك أنا بحكي كل شيء. أنت بتحكي كل شيء مثل ما هو. أصلاً حذروني من على الحلقة حضرتك أول رجل سياسي بستضيفه بكتاب الشبرا. لا ما بخبي، أنا ما بخبي لأنه بحكي الأمور مثل ما هي. خلينا ننتقل لمحطة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك، تأسيس حزب التوحيد العربي عام 2006. تأسيس الحزب إجا عن قناعة إنك حالي مميز بالجبل، أم إجاك دعم صديق لمحاولة خلق توازن مع وليد بيك جنبلاط؟ أول شيء نحن علاقتنا مع حزب الله بلشت تقريبا يمكن بال 2006 أو 2005. بلشنا بالسياسة سنة 90، كان حزب الله حليف لولي جنبلاط، وبال 96 بالانتخابات كان حزب الله مع ولي جنبلاط بالانتخابات بقضاء بعبدة وبالشوف. كنت أنا مرشح، أنا والوزير ناجي البستاني، وقت اتهمونا أنه لاحد قوات لبنانية. هذا موضوع يعني بعض السدج اللي ما بيقرأ تاريخ بيعتبر هيك. تاني شيء، نحن اللي أسسنا الحزب، يعني مجموعة بلشنا النقاش تقريبا سنة 98. النقاش بلش أنا والوزير طلال إرسلان، أو 96 أنا والوزير طلال إرسلان، وكنا بنعمل شيء مشترك. وقتها صار بعض هيك الشغلات اللي ما إلها طعم يعني. فنحن رحت أنا ومجموعة من الشباب صرنا باتجاه آخر نناقش تأسيس الحزب. الوزير إرسلان كنا بعتقد الحزب العلماني، شيء الديمقراطي العلماني يمكن مقطع أو شيء، كنا عم نناقش. راح هو عمل الحزب الديمقراطي الأمير طلال. نحن تأخرنا بنقاشنا لأنه صرنا المجموعة يوم يفوت لها حدا يوم يعني كنا عملنا نقاشات فعلية، مش إنه يعني نقاشات مثلا هيك إنه تعالوا نعمل حزب، مش هيك الأمور. بدك تشوف شو إمكانية تعيش، شو الفكرة اللي بدك تطرحها، شو. بالألفين وستة خلص أخذنا قرار أنا ومجموعة من الشباب المؤسسين تأسيس الحزب، وعملنا تأسيس، واللي بعدنا هلق عم نناقش حتى كيف تطويره، كيف مثلا تحويله. يعني ديك المرة كان عندنا نقاش كيف فينا نوسع الإطار خارج الإطار الحزبي ونضم أكبر عدد ممكن من الشرائح. خلينا ننتقل